مرحبا بكم مشاهدي قناة قوي عقلك. ظهرت معجزة أخرى في الصين، شاهدوا كيف نقترب من يوم القيامة. قبل بداية المقطع عليكم بدعمنا بالاشتراك بالقناة وفتح الإشعارات، وهكذا ستكونون أول من يعرف بنزول المقاطع. كل مسلم يعرف أن يوم القيامة سيأتي ذات يوم. الموت هو يوم القيامة الصغير، لكن لا أحد يعرف متى ستقوم القيامة. لكن من يقرأ القرآن الكريم والحديث الشريف يعرف أن هناك علامات ستحدث قبل يوم القيامة، ونحن نعيش اليوم إحدى تلك العلامات في حياتنا الحديثة. نمتلك العديد من الإمكانيات بوجود التكنولوجيا الحديثة، وباستخدام التكنولوجيا اخترع الإنسان العديد من الآلات التي تساعده على اكتشاف العديد من الأدوية، وهذا لا يتم بشكل محدود. تستمر أعمال اكتشاف الفضاء بسرعة كبيرة ومذهلة، وأصبح التواصل بين الأشخاص أسهل مما مضى. يمكننا أن نقول إننا قد استفدنا كثيراً بتطور التكنولوجيا، لكن الشيء الذي لا يمكن إغفال العين عنه هو عدم تحقيق العدالة. بينما يعيش بعض الأشخاص حياة فارهة، يعاني البعض الآخر من الحياة الفقيرة والمجاعات. أليست هذه علامة من علامات يوم القيامة؟ يصعب القول بأن الأغنياء عندما يزدادون غناً سوف يتوقفون عن الظلم، بينما يفقد بعض الأشخاص حياتهم بسبب البدانة، يفقد البعض الآخر حياته بسبب المجاعة. حسناً، من المسؤول عن وفاة الأطفال الصغار؟ بالطبع جميع البشر. أمرنا الله عز وجل باستثمار الطبيعة ولم يعرف الإنسان سوى الطمع، فبمرور السنوات تفقد الطبيعة خصائصها، فهناك بعض الحيوانات التي انقرضت، وبدأت هذه الفترة بمشكلات عدة. على الرغم من تطور ذكاء الإنسان واستخدام التكنولوجيا المتطورة دائماً، فلن يتخلى البشر عن طعامهم أبداً، ولهذا كان الانتقام من الإنسان صعباً جداً، وكانت هذه الكارثة التي استمرت مدة طويلة جداً. شيء غير عادي، اندلعت النيران في غابات استراليا لتغير المناخ، وتجرد العديد من الأشخاص واحترقت ملايين الحيوانات، وأسوأ شيء أن الأمر قد خرج عن السيطرة، وأتت المساعدات من الدول الأخرى على هيئة طائرات هليكوبتر مليئة بالجنود المسلحين. وظهرت بعد تلك الكارثة كارثة أخرى تعد الأكبر من نوعها، فظهر فيروس كورونا. بدأ الفيروس في الظهور في إحدى مدن الصين، ثم انتقل الوباء إلى الدول الأخرى. وهذا الفيروس موجود حتى الآن، وتوفي أكثر من 500 ألف شخص حول العالم بسببه. تعرف الصين بتناولها للحيوانات التي حرمها الله عز وجل، وهذا يجعلنا نعرف أن الله لم يحرم شيئاً هباءً. فتناول الحيوانات البرية شيء محرم لأنها تنقل العديد من الأمراض وتضر الإنسان كثيراً عند تناولها، ويقال إن هذا الفيروس مثل مثيلاته ظهر بسبب تلك الحيوانات. وبينما يعاني العالم من هذا الفيروس، تظهر فيروسات أخرى في الصين. على الرغم من أن الصين نجحت في حصار فيروس كورونا لديها، فإنها لم تأخذ احتياطها أمام الفيروسات الأخرى، وتستمر أخبار تناولهم للحيوانات البرية بالظهور حتى الآن. بينما تحاول الصين القضاء على أحد الفيروسات، يظهر فيروس آخر في نفس الوقت، وتم إطلاق G4EAH1N1 على الفيروس الذي تم اكتشافه حديثاً. يصيب هذا الفيروس الخنازير، لكنه ينتقل إلى البشر في فترة زمنية قصيرة، وتم اكتشاف المرض في منطقتين وإصابة ما يقرب من 35 شخصاً. ينتقل هذا الفيروس من الحيوان إلى الإنسان، وقالت منظمة الصحة إن هذا الفيروس في مرحلته الثانية. هذا الفيروس مثل فيروس كورونا، أي أنه فيروس جديد لا علاج له. انتشر فيروس انفلونزا الخنازير في المكسيك عام 2009، وكان ما يجعل فيروس الانفلونزا مختلفا عن فيروس كورونا هو قلة عدد الوفيات بين كبار السن، وسبب هذا انه قد ظهر في السابق فيروس مثل فيروس انفلونزا الخنازير، وهذا يدل على ان كبار السن قد اكتسبوا مناعة ضد الفيروس، وهذا الفيروس يؤثر على الرئتين، وما زالت ادوية الانفلونزا لا تؤثر على هذا الفيروس، لكن اختراع دواء لهذا الفيروس شيء ممكن. ظهر فيروس هانتا في شهر مارس، وتوفي شخص واحد من بين المصابين بهذا الفيروس، وهذا كان سبباً لكي ينتبه الصينيون إلى ما يتناولونه. يقال إن هذا الفيروس ظهر في أحد البلاد جنوب الصين، والشخص الذي توفي كان يذهب في رحلة وتوفي في الحافلة، وتم الكشف عن ركاب الحافلة بالكامل البالغ عددهم 31 شخصاً. ونقلت الصحف هذا الخبر بأنه قد يظهر وباء جديد، وظهر هاشتاغ على تويتر فيروس هانتا، وأصبح ترند لفترة طويلة. ينتشر فيروس هانتا إلى الإنسان إذا لمس لعاب أو فضلات القوارض والفئران، ويدمر هذا الفيروس رئتي الإنسان، ويؤدي إلى مرض لا نعرف اسمه. هذا الفيروس الذي ينتقل إلى الإنسان ليس فيروساً وبائياً. إذا تعامل الصينيون أو الأشخاص الآخرون بهذه اللامبالاة، ستظهر عدة أوبئة في السنين القادمة. يزداد ظهور الأوبئة والزلازل في الآونة الأخيرة. إذا نظرنا للأسباب سنجد أن هناك عدة سلوكيات لا أخلاقية قد ظهرت بكثرة. هناك تظاهرات في عدة دول، فهناك عدة أماكن ينتشر بها الظلم.
فنرى ما فعله الإيغور بتركيا وتمرد هونغ كونغ على الصين. ما زالت الاحتجاجات التي بدأت في مطلع عام 2020 مستمرة حتى الآن. تقوم الصين بإسكات من يحتج ضد الحكومة بأسلوبها الخاص، ولهذا يقوم الشعب دائما بنشر احتجاجه وتمرده على مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا استمرت تلك الاحتجاجات قد تقوم القيامة. كل ما سردناه هو علامات على اقتراب يوم القيامة. إذا قرأتم عن علامات يوم القيامة الصغرى ستعرفوا أننا محقون. هذه علامات القيامة الصغرى: تكاثر الأموال دون أن نجد شخصا يأخذ زكاة، اندلاع الحروب بين دولتين، قتل الأشخاص ونشر الفتنة وانتشار الأوبئة، وخروج نار تحرك الناس من المشرق إلى المغرب، كثرة الظواهر الطبيعية والحركات الأرضية، ظهور الخيانة والرياء، زيادة عدد السيدات فيصبح هناك 50 سيدة مقابل رجل واحد، تحارب المسلمين معا وانقسامهم إلى مجموعات، وزيادة عدد الموتى والمجاعات، وظهور الدجال الذي يدعي أنه الله، وعدم بقاء شخص يذكر الله ويوحده بأنه لا إله إلا الله. يعد الموت من علامات القيامة، لكن لا يتشابه موت الحروب والمجاعات والأوبئة والمتوفين طبيعيا. انتشر فيروس كورونا، وبينما يحاول الجميع السيطرة عليه ظهر ادعاء آخر حول هذا الفيروس بأمريكا. حذر الطبيب ميشيل غريغر أن هناك سينتشر بواسطة الدجاج وسيقتل نصف سكان العالم. وقال غريغر إن الفيروس سيأخذ فترة حتى ينتشر، كما يقول إن تعاملنا المباشر مع الحيوانات والطيور سينقل لنا الأوبئة، ولكنه لم يؤكد مدى صحة كلامه. وأوضح الدكتور الذي يتنبأ بظهور هذا الفيروس أن الفيروس سيحصد أرواح نصف سكان العالم. أجاب الخبراء عن العديد من الأسئلة التي طرحت بعد البحث المكثف حول إجاباتها. إذا اعتبرنا أن انتشار فيروس كورونا علامة من علامات يوم القيامة، سنأخذ في حسباننا من العلامات التي يرسلها الله لنا. فهناك العديد من الأشخاص الذين نسوا الخالق، والذين ابتعدوا عن الدين، والذين جمعوا كل شيء تحت سيطرتهم، ولهذا أرسل الله لهم هذا الفيروس الذي لا يرى إلا بالميكروسكوب لإيقاظهم من غفلتهم. فيروس كورونا جعل المسلمين يتضرعون إلى الله، فيجب علينا الرجوع إليه والتوسل إليه لرفع البلاء. هذا الفيروس مثله مثل الفيروسات الأخرى، الكوليرا والملاريا، فهذه الأمراض لم ينشئها أحد، فالمتوفى بتلك الأمراض شهيد، فهو يتعامل كأنه شهيد. هناك بعض الشعوب التي أهلكها الله بسبب الذنوب التي ارتكبوها، مثل العصيان والظلم والطغيان والفاحشة وتفشي سوء الخلق. لا نعرف عن تلك الشعوب أي معلومة إلا التي ذكرت بالقرآن الكريم، ولم يذكر لنا أحد معلومة أخرى إلا التي ذكرها القرآن لنا، لكن القرآن يذكر ما حل بالأقوام والشعوب الذين ارتكبوا الذنوب وما العذاب الذي لاقوه. فالله يعطي مهلة للإنسان لكنه لا يغفل عنه، فالمهلة التي يعطيها الله للإنسان تكون فرصة للندم على الذنب والتوبة، وأحيانا تكون مهلة لملاقاة العذاب وانتشار الأوبئة. وهذه الفكرة مناسبة جدا، فالابتعاد عن الحلال والأشياء النظيفة والاعتياد على الأذية والسوء هو سبب انتشار الأمراض. فهذا الابتلاء الكبير الذي حل بالبشر عبرة للمؤمنين، وعليهم أن يتعظوا به، وما على الإنسان إلا التضرع بالدعاء والصلاة لإجلاء هذا الابتلاء. ويجب على الشخص المصاب أن يتحلى بالصبر والرضا، وأن يعمل على تلقي العلاج من هذا المرض. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. نراكم قريباً.